رح نروح لمساحة جديدة من مساحات الفن والإبداع السوري، وهي التجربة رح نروح فيها ونرافق الفن التشكيلي السوري، لكن ليس الفن التشكيلي التقليدي، وإنما تجربة جماعية، تجربة عبارة عن مجموعة من الأشخاص والفنانين يلي تشاركوا بفنهم ونظرتهم لخطوات النجاح، واسترقوا مع بعض الرؤية للمستقبل بأعمال مشتركة غير تقليدية لفتت الأنظار. يا رشا، طبعا نيرمين، هي التجربة وهي التشاركية بالأحلام والهموم والمشاكل نتج عنها 59 لوحة، كانت مشاركتهم الأولى بمعرضهم الأول اللي حمل اسم جانو للفنون. والشي اليوم كان مميز كتير بهذا المعرض إنه الشباب والصبايا قدروا يكسروا النمطية ويشتغل أكثر من شخص باللوحة الواحدة. رح نحكي أكثر عن هي التجربة بالفن التشكيلي السوري مع الفنان التشكيلي وليد جانو. صباح الخير وصباح نور، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نحكي اليوم عن هي التجربه الجديده، شو بيميزها عن باقي انواع الفنون؟ نحن تميزنا فيها، دمجنا نمطين. نحن قلنا 28 سنه عم نشتغل بالتصميم الديجيتال، بنرسم ديجيتال، قدرنا نستخدم نتعامل صح مع البرامج الجديده الحديثه. يدي وصلنا له هلا من سنتين انه نحن ننقل هالشيء هذا الديجيتال نسويه ملموس بهارد كوبي للوحة صح. فاستفدنا من تجاربنا السابقة بكل المواد اشتغلنا فيها، كنا نشتغل بالطباعة بالتنظيم أمور الزبائن كلها. حبينا نحط ملخص كل إنتاجنا اللي تعلمناه ب 28 سنة بهالمربع هذا، سمينا اللوحة. طيب اليوم شو بيميز هذا الفن عن باقي الفنون؟ كل شيء له أساسات، أكيد في أساسات عامة للفن التشكيلي، ولكن اليوم في شيء مميز يعني تخبرنا عنه؟ طبعا المميز فيه نحن اجتمعنا فيه انه نحن اللوحه هي عده اشخاص عم نظهر باخر هالمربع هذا، تعددت الاذواق يعني. تماما، مشان هيك عندنا بالمعرض في واسع، كان يعني مترقين لكل شيء، انه كل واحد شو حابب نجتمع سوا ونقرر انه اوكي هاي بيطلع لوحه حلوه بننفذها. ونحن يميزنا بس مو بنشتغل ديجيتال، فنحن اللوحه بنشوفها قبل ما نبلش تنفيذها، نشوفها كامله خالصه شو بدها، بنظبطه ديجيتال بعدين، ونبلش بالهارد كوبي بنظبطه بيطلع صح. نحن عم نحكي عن نتاج هذا المعرض، كانت 59 لوحة، خلينا نحكي أكثر عن الشباب اللي كانوا مشاركين، هل كان في فئات عمرية محددة؟ وبنعرف الفنان لهم أذواق يمكن تكون شوي مختلفة، كيف اليوم كمان قدروا كلياتهم يجتمعوا على يعني حالة الاختلاف في اليوم، قديش ولدت حالة إبداعية ضمن هذا المعرض؟ طبعا هذا كله مستفاد منه، يعني حتى أنا تجربتي من 95 لهلا تعرفت على الفنانين، شو منشوف منطوره بطريقتنا، منضيف عليه شو نحن خبرتنا صارت بالمواد زائد ديجيتال. أنا مصر على كلمة ديجيتال لأنه لازم نلحق الذوق العام، ونحن عم نلبيه صح. صرنا يعني معرضنا برجع بدلك يا أنه لكل أجواء، كل شيء إجا على المعرض انبسط، ما حدا نفر من أي لوحة. كيف كانت آراء الناس اللي اجت؟ كان إيجابي أو سلبي؟ يعني اليوم تجربة عم تنطرح بهمة شباب ومجموعة، يعني كيف كانت الآراء؟ شو إجاكم انتقادات؟ شو كانت الإيجابيات؟ شو أكيد دائما السلبيات نحن بنستفاد منها بحياتنا يعني. أنا كنا يعني عم بيجوا على المعرض بيقولوا قولوا لي السلبيات مشان استفاد منها. ما حدا عم يعني نحن متعودين بجوز نمدح العمل، ما حدا قال لي سلبيات. ليش نحن متعودين طيب؟ هلا انا لسه مرقنا فيها المجامله، المجامله متعودين على المجامله، انا بدي استفاد منها، بيهمني السلبي ولهلا مصر عليه. يعني مددنا هلا المعرض كمان اسبوع مشان بدنا كمان اراء، لانه كل شيء اجانا ايجابي لهلا. لايمتى المعرض حيضل مستمر؟ ل 26 شهر. هي دعوه من خلال صباحكم غير لليوم لتزوروا المعرض وتتعرفوا على هي التقنيه الجديده اكيد. طبعا لا، في شيء مبهر لانه يعني الناس عم تنبهر انه نحن كل المواد جديده مستخدمينها. نعم، يعني استاذ وليد عم نشوف لوحه موجوده جبت لنا اياها على الاستوديو، انت حضرتك مصر ندمج كلمه ديجيتال، خلينا يعني لما نحكي نحن ديجيتال يعني تقنيه، عم نحكي بعالم رقمي. الرقمي كتصميم، ورسم اللوحه وليس تنفيذها بالهارد كوبي. الهارد كوبي هي يدوي عم تكون عندنا. تمام، التنفيذ هون كله يدوي. خلينا نحكي عن المواد اليوم المستخدمه، زمن التنفيذ لهي اللوحه قديش عم يكون، مين شارك فيها من الفنانين؟ هلا طبعا في عنا شقين للوحه،
تصميمها ديجيتال اللي عم ياخذ وقت منيح معنا لنقرر لوها انه هي بدها تنفذ، بعدين تنفيذها يدوي اللي عم تختلف تماما عن طريقه الديجيتال. عم ننبسط كثير فيها النتيجه نحن انه الالوان على الواقع عم نستخدم مواد جديده خصوصا معتمدين على اللون الفضي نحن الميتاليك، فهذا عم بيعطينا همه اكثر نشاط اكثر ومندفعين كثير لفي مشروع كبير بدنا ناويين نفاجئ فيه جمهورنا. نحن عندنا مبدا كل يوم لوحه، كل يوم تخلص لوحه. قد ايه عدد اللي بدهم يشاركوا بهي اللوحه لتخلص بيوم واحد؟ ايه تنفيذها، لانه نحن عندنا صار كم هائل من اللوحات ديجيتال جاهزه، صفي تنفيذها عم نعلم كادرنا كيف ينفذ الهارد كوبي. يعني حتى عم نشوف نحن لوحات والوان عصريه اليوم بتواكب اليوم الذوق العام مثل ما قلت حضرتك. قديش اليوم حرصتوا انه المشاركه تكون فينا نقول من اجيال مختلفه اذا بدنا نقول؟ وهذا النقطه الاساسيه، يعني هنا معرفنا اصدقائنا اولاد اصدقائنا عم يجوا لعنا عم ناخذ ارائهم، حتى عم ناخذ انه تعالوا نرسم سوا، عم نعلمهم الديجيتال. يعني الشباب الصغار مبسوطين عم تعلموا شيء ساعة ما حدا غيرهم بيعرفه، وهذا عم نقول لهم يعني ليصير هارد كوبي. فنحن موضوعنا انه عم ننقل الديجيتال لهارد كوبي صح فقط لا غير. طيب هلا هاي التجربه اليوم ما عم نشوفها انتم عم تشتغلوا عليها، ممكن نشوفها انه هي بلشت تعمم بشكل اكبر؟ يعني طبعا نحن هلا سبب عملنا معرضنا هون صراحه نحن عم ننفذ لخارج سوريا، عم نبيع خارج سوريا، فاجتنا فرصة من جوليا دومنا قالتنا تعوا عملوا معرض عنا بس لناخذ آراء شعبنا نحن. كله إيجابي، كله إيجابي وبرا الإيجابي كان زاد نحن المجاملة بهيك شغلات طبعا. يعني عم نبسط مواضيع نحن ما عم نصعبها فنية، عم نحط شيء مخروق لأي حدا ثاني وبدنا نفاجئ حدا. قلت لكم عملنا ويب سايت إنه نحن اللوحة اللي بيشتري لوحة هي ملكه بس بنقدر يبدلها إمتى ما بده ويرجعها إمتى ما بده. اوه يعني حلوة الفكرة، انه اقتناء العمل الفني ما عاد مخاطرة، بيشتري لوحة بيرجع بيرجعها او يبدلها بعد فترة زمنية ولا لا يعني امتى ما بده؟ ايمتى ما بده؟ هي حلوة الفكرة نيرمين انه الناس يعني احيانا بتمل من وجود نفس اللوحة. صح. يعني احنا جانو ارت فخورين فيها وبنحب لوحاتنا، فيدي بغير رأيه كثير بننبسط نرجعها. طيب في ممكن يكون مثلا كنا عم نحكي نحن عن تطوير وحداثه وتقنيه، ممكن اليوم الشخص حابب يقتني لوحه معينه او رسمه مثلا يقترحها عليكم او يقدم لكم اياها وحضرتكم تنفذوها، ممكن يكون في هيك شيء؟ يعني نشارك اليوم الجمهور هو يشارك بصنع اللوحه؟ بالعكس بنكتسب منه خبرته، يعني احنا حابين بجانب نكبر حالنا. طيب هلا نحن بالسنوات السابقه كثير تاثرت ان كان فنيا ثقافيا ادبيا بسبب الظروف كورونا والحرب على سوريا. اليوم الفن التشكيلي في سوريا اذا حبينا هيك من وجهه نظرك الفنيه انك تقيمه، وانتم اليوم بحاجه اي دعم؟ هلا دعم بيهمنا الجمهور يتقبل شغلنا، هذا اكبر دعم لنا وصلنا له نحن. كيف انت قادر اليوم تجذب هذا الجمهور انه يدخل على المعرض ويشوف اللوحات ويعطيك كمان شغلات كلها ايجابيه؟ انا سهلت قراءه لوحه ما صعبت على الجمهور، نحن جمهورنا بخاف من قراءه لوحه مفكرها شغله صعبه. صحيح. انا عم ببسطها انه عم نعمل عمل حلو لوحه حلوه وشوفها واحكي معها للوحه ما عندنا مشكله، شلون بدك تشوفها ومن شاطره يعني انه اللوحه بتعرف اللوحه كل واحد بيقراها بالطريقه بده اياها، انه نعود شعبنا يقرا اللوحه مثل ما هو بده، شو بتعني له؟ بتعني له. خلينا نحكي عن نتاج هذا المعرض 59 لوحه، كان في شيء بيوحد هدول اللوحات، لونيه معينه، فكره معينه؟ بالعكس تمام، اللي بيوحدها هي همه شغلنا، يعني نحن خلال 28 يوم بالضبط نفذنا 59 لوحه. هذا عم نثبت لحالنا زمن قياسي قادرين بنقدر ننفذ هيك حجم من العمل. والنقطة الثانية انه بالمعرض نحن شكلنا ما خلينا لون ما استخدمناه، بس نرجي امكانياتنا، ففي الوان واسعة وارضيت الكل، مشان هيك قلت لكم انه الكل طلع مبسوط من المعرض. هلا احيانا يرمين ما بعرف اكيد زرتي معارض تشكيلية، في صعوبة كنت عم تحكي عن القراءة، يعني في ناس انه ما بتقدر يعني توصل اللوحة بشكل صح، احيانا انتم بتضطروا لتكونوا بين الناس وتشرحوا كل لوحة شو هدفها او شو الرسالة منها؟
طبعا انا مش هيك عم بتواجه. طيب احنا اليوم كيف قادرين نوصل نبسط هاي القصه؟ يعني انه ما انه انا كمتفرج اليوم انا ماني بحاجه يكون مرافقني فنان لا اقدر افهم رساله اللوحه اليوم شو هي. هي صراحه انا بوجودي بالمعرض عم بحاول احكي مع اي حدا هو بيسالني انه شو قصدك هون، بقول له انت شو شايف بلش معه. يعني بيقول الشاب دائما حالنا النفسيه بتتعلق بقصه انت شو عم تشوف. في خوف عنا من قراءه اللوحه، مستصعبينها، بتحسي انه قراءه لوحه صعبه، هو ما بيعرفها لا بتعرفها عادي. اوكي نعم. بالختام خلي كلمه الختام مع حضرتك اليوم، باي رساله اللي حابب توجهها لكل الزوار لكل المشاركين بالمعرض او للفنانين التشكيليين اليوم؟ ما رساله، نحن عنواننا شيء جديد، نبدع شيء جديد، ونحن جديدنا ما له ابداع بشكل كامل، عباره عن جمع خبرات غيرنا يلي قبلنا وشو نحن قدرنا نضيف عليه نضفنا. فالجديد كثير سهل، نجمع بس معارفنا وتجارب غيرنا بعمل واحد، وهذا نحن حريصين عليه. نعم. نتشكرك ونتمنى لكم التوفيق ونشوف هيك فرق تشكيليه حلوه بكل المحافظات السوريه، يعني هي رساله بالنهايه. طبعا وشكرا كثير لكم كثير مو شوي. اهلا وسهلا ونورت صباحنا اكيد.